بجد والله انا ما نمتش غير لما خلصت كل الحلقات، علشان بقيت عايزه اعرف طول الوقت ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل لعيله الديب، ايه اللي هيحصل لزين، ايه اللي هيحصل لكل الشخصيات. والله هما في شركه الانتاج، انا اشتغلت السنه اللي فاتت طبعا في مع النجم مصطفى شعبان، كانت برضو شركه البطرس، فكلموني ورحت وخدت السكريبت وقريت الورق. طبعا انا لما قريت الورق كنت فرحانه بيه طايره جدا، لان انا الورق حلو قوي 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 قوي، مكتوب بشكل جميل قوي. لما بتقرا من اول حلقه بتحس ان انت بجد، والله انا ما نمتش غير لما خلصت كل الحلقات، علشان بقيت عايزه اعرف طول الوقت ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل لعيله الديب، ايه اللي هيحصل لزين، ايه اللي هيحصل لكل الشخصيات. بقرا طبعا مها معاهم، لان انت عارف ان هي كانت احنا كلنا عيله واحده، فكلنا مشاهدنا مع بعض وكده. ولكن المسلسل كله حلو قوي، مكتوب حلو قوي 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 قوي. ورشه استاذ محمد الشواف واستاذ عمرو درديري كاتبين حاجه بجد انت ما تقدرش تقوم الا لما تخلصه كله كده وانت قاعد. اما بقى مها فدي قصة تانية بقى، مها شخصية البنت اللي هي طول الوقت أهلها بتضغط عليها عشان تتجوز وخلاص لفكرة الجواز، وهي البنت مش في دماغها، هي أصلا كارهة الجواز بسبب العيلة اللي هي عايشة فيها، وكارهة الدنيا ومش حابة أي حاجة، ما فيش حاجة حلوة في حياتها. وهي طول الوقت حياتها عبارة عن إيه، هي يا إما قاعدة في البيت مع أهلها، يا إما بتروح عند خالها وبتيجي، ما فيش حياة، ما فيش حاجة تحب الحياة عشانها. فكانت طول الوقت في الأول غير محبة للحياة، مش مهتمة بنفسها، أخدة من نفس مود العيلة البيت بتاع حظ ده أمها، إلى أن بقى ظهر الحاجة الحلوة اللي بتحلي حياتنا كلنا. أنا شايفة إن الحب ده بجد، أنت بتبقى حياتك حاجة، ولما بتقابل حد تحبه حياتك بتختلف، بتبدأ تحب نفسك، تحب اللي حواليك كلهم، تحب الدنيا، تبقى سعيد، تبقى عايز تلبس حلو، تبقى عايز تخرج، تبقى عايز تنطلق، حياتك بتتحول من حياة فترة مضية ما فيهاش حاجة. فأول لما مها شافت زين ابن خالها جه وسط العيلة، حتى وهو خاطب حبته، وبدأت حياتها تحلو، وبدأت هي تحلو وتلبس حلو وتبقى أجمل، وبدأت طبعا الصراع بينها وبين خطيبته ازاي تحط لها مخدرات عشان تخليه يمشي من وشها، فجت في زين يا عيني وهو اللي ما بقاش موجود اصلا. بدأت في حاجات هتحصل الحلقات الجاية ما هتعملها غير متوقعة، عايزاكم تشوفوا الكام حلقة الجايين ان شاء الله بإذن الله.